انا ملهم العاشق وراح نبلش هلا باول درس لنا بالمورفولوجي بتشريح الاسنان. راح نبلش اول درس عندنا السنيه العلويه اليمين رايت ماكسيلري سنترال. السنيه العلويه اليمين تتميز بمواصفات معينه راح نحكي عنها بتفاصيل بسيطه وخفيفه تكون سهله علينا. اول شيء راح نبلش من السطح الدهليزي للسنيه العلويه اليمين. المنظر الشفهي او المنظر الدهليزي فينا نقول الليبيال له شكل منتظم، بيكون شكله منتظم ما في اي تشابه. الحافه القاطعه الانسيه تيجي بزاويه حاده، والحافه القاطعه الوحشيه تيجي فيها استداره خفيفه. هذا اهم نقطه عندي اياها بعمل الثنيه العلويه اليمين. السطح الحنكي للثنيه العلويه اليمين بيكون عندي شكله مثل المجرفه، فهو مقعر من داخله. في عندي له منحدر انسي بيزير ومنحدر وحشي الديستر. وفي عندي ارتفاع انتفاخ مينائي عند العنق. المنظر الانسي للثنيه او الوحشي هن تقريبا متشابهين. بشكل عندي شكل مثلث، قاعدته عند الجزر وزغوته عند الحد القاطع. للثنيه العلويه اليمين جزر واحد فقط. وهلا رح نبلش بالعمل، رح نرسم رسمه مبسطه وسريعه، بعدين رح نحط صابون للثنيه العلويه اليمين. اعملوا فنجان قهوه وتابعوا. عم نرسم حاليا الثنية العلوية اليمين. رح ارسم بشكل مبسط الثنية العلوية بيهمني منها الشغلات الاساسية التالية. يكون عندي الزاوية الانسية حادة والزاوية الوحشية مستديرة، بالاضافة الى الاوتلاين الانسي بيكون خفيف التحدب، اما الاوتلاين الوحشي بكون بتحدبه أكثر. هاي قصاص الورق رح حط لكم إياها بالتعليقات، فيكم تطبعوها وتقصوها. ممكن نستفيد منها بنحت الصابون، وفينا ننحت بدونه. حنزل فيديوهات بالمستقبل بدون قصاص ورق، لكن بالبداية ما في مانع نستخدم هاي القصاصة. بلزق السطح الدهليزي على الصابونة وبقص مثل ما مرسوم على الورقة تماما بشكل مساير للقصاصة 100%. هلا بحط القسم الانسي او الوحشي، ما بتفرق سواء انسي او وحشي، بالبدايه خلينا نقول كله واحد، وبحيث يكون معي عنق الانسي على عنق الدهليزي متسايرين، وبرجع برسم كمان بالسكين على هوات القصاصه. حدد العنق وبتاكد من انه العنق بالانسي والدهليزي على نفس المستوى. قص الزيادات، بيهمني بالسطح الدهليزي الليبيال انه يكون في عندي تحدب من جهة الانسايزر ومن جهة العنق، فبيعطيني شكل تقوس خفيف من جهة الدهليزي، بينما بالحنكي بالعكس بيكون في عندي تقعر. بشيل الزيادات، بحدد العنق بالسكين، العنق بالأنسي والوحشي ذكرنا أنه بيجي مثلث، قاعدته عند الجزر وزروته عند الإنسايزر.
بوضح التقعر من الحنكي وبشيل الزيادات. بخلف السكينة بالطرف الثاني للواكس نايف بساوي القسم الحنكي البوكال، وبوضح المنحدرين الميزيال والديستال، وبيطلع معي الانتفاخ المينائي اللي عنده العنق لحاله. قطعة قماش بنعم كل السطوح وبخليها تكون متمادية، ما يكون في عندي زوايا جارحة. وهلا بتمنى تكونوا استفدتوا، وبنهاية الفيديو اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.